السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الجزء الثاني من درس الانقسام الخلوي. طبعا يا شباب احنا عارفين ان الانقسام الخلوي في الكائنات الراقية في نوعين، في عندنا انقسام غير مباشر اللي هو بيسموه الميتوزيس، في الانقسام الاختزالي الميوزيس. طبعا الانقسام الغير مباشر او الميتوزيس ده بيحدث في الخلايا الجسدية وبيعطيني خلية جديدة المذر سيل او الخلية الام. بمعنى لو انا عندي الخلية الام مثلا النواة بتاعتها فيها 2 ان من الكروموسومات، هتعطيني خليتين بنويتين، النواة بتاعت كل خلية فيها نفس عدد الكروموسومات اللي هو 2 ان هنا و2 ان هنا. ده اللي بيحدث في الانقسام الميتوزي في الخلايا الجسدية. اما الانقسام الاختزالي او الميوزيس ده بيحدث في الخلايا الجنسية. طبعا الخلايا الجنسية مقصود بها الخلايا الموجودة في الخصية او المبيض في الانسان والحيوانات او في متوك الازهار او مبايض الازهار في عالم النباتات الزهرية. طبعا بيتم اختزال عدد الكروموسومات في الخلايا البنوية الناتجة الى النصف، يعني المذر سيل اللي هي الخلية الام لما بتنقسم لو كان فيها 2 ان من الكروموسومات بتديني في نهاية الانقسام 4 خلايا، كل خلية النواة بتاعتها فيها ان فقط من الكروموسومات، يعني تم اختزال عدد الكروموسومات الى النصف. طبعا بيتم اختزال عدد الكروموسومات هنا لان العدد ده بيرجع يكتمل تاني بعد ما بتحدث عملية الاخصاب وبيلتقي المشيج المذكر مع المشيج المؤنث، بيكتمل عدد الكروموسومات تاني الى 2N في طبعا في خلايا الجنين اللي هينتج من هذا الاخصاب. طيب دلوقتي احنا هنبدأ نتحدث على الانقسام الغير مباشر اللي هو الميتوزيس. الخلية طبعا بتبقى موجودة قبل ما تدخل في الانقسام، بتبقى موجودة في المرحلة البينية او الانترفيز. طبعا الانترفيز او المرحلة البينية اهم ما يميزها وجود النواة، تجد ان النواة واضحة جدا في الخلية وممكن تجد نوية او اكثر موجودة داخل النواة. طبعا في المرحلة البينية الخلية بتبدأ تستعد للانقسام، بتتضاعف كمية الدي ان ايه، بيزداد حجم الخلية ومحتويات الخلية كلها بتزداد. طبعا بعد كده بتبدأ الخلية تدخل في الانقسام الميتوزي اللي بيتم على خطوتين. الخطوة الاولى اللي هو انقسام محتويات النواة او اللي بيسموه الكاريوكاينيسيس، وبعد كده الخطوة التانية طبعا اللي احنا هنشوفها في نهاية الانقسام اللي هي السيتوكاينيزيس او انقسام السيتوبلازم. طيب اول مرحلة عندنا من مراحل انقسام محتويات النواة اللي هي بيسموها المرحلة التمهيدية او البروفيز. في هذه المرحلة بتبدأ الكروموسومات تتضح في صورة خيوط اهو بالشكل اللي احنا شايفينه طبعا هنا في الخلايا دي. الكروموسومات بتبدأ تتضح في صورة خيوط غليظة قصيرة، بيبدأ يتحلل الغلاف النووي، النويات بتختفي، وفي نهاية المرحلة التمهيدية بتبدأ تظهر خيوط المغزل. بعد كده بتدخل الخلية في المرحلة الاستوائية أو الميتافيز. في هذه المرحلة بتبدأ الكروموسومات تصطف في منتصف الخلية في صورة فردية، بحيث بيكون السنترومير على خط استواء الخلية. يعني عندنا زي ما احنا شايفين كده اهو، ادي خط استواء الخليه، بتلاقي الكروموسومات كلها منتظمه هنا في منتصف السيتوبلازم، والسنترومير كله موجود على خط استواء الخليه، وبتبدا خيوط المغزل زي ما احنا شايفين هنا بتبدا كلها ترتبط بالسنترومير في الكروموسومات. يعني ممكن نوضحها بالشكل ده كده اهو، ممكن تبدا الكروموسومات كده اهو، ده كروموسوم هنا طبعا وده كروموسوم اخر، السنترومير كله موجود على خط استواء الخلية بالشكل ده كده. وبعدين طبعا خيوط المغزل بتبدأ تتصل بالسنترومير في كل كروموسوم بالشكل ده. بعد كده بتدخل الخلية في المرحلة الانفصالية او الانافيز. في هذه المرحلة بتبدأ اشعة المغزل اللي هي مرتبطة بالسنترومير في كل كروموسوم بتبدأ في الانكماش ناحية اقطاب الخلية، يعني كل خيوط المغزل اللي مرتبطة بالسنترومير هنا بتبدأ تتراجع ناحية أقطاب الخلية، فتبدأ تسبب انشقاق في السنترومير، فينفصل كل كروموسوم إلى 2 كروماتيد، وتبدأ خيوط المغزل تسحب الكروماتيدات الشقيقة كل مجموعة في طرف من أطراف الخلية
او في قطب من اقطاب الخليه بالشكل ده كده زي احنا شايفين اهو، بقى في كل قطب من اقطاب الخليه مجموعه كروماتيدات اهي بالشكل ده كده هنا كده اهي، دي كلها الكروماتيدات موجوده في اقطاب الخليه. بعد كده في المرحله النهائيه بتبدا الكروماتيدات الموجوده في اقطاب الخليه بتلتف على بعضها، وفي هذا الوقت طبعا بيبدا كل كروماتيد يبني لنفسه كروماتيد جديد شقيق، بحيث ان هو بيكون مجموعه كروموسوميه جديده في كل قطب من اقطاب الخليه بالشكل ده، وبعدين بعد كده بيبدا يكون غلاف نووي زي احنا شايفين كده، بحيث اللي هو بيبدا يكون نواه جديده في اقطاب الخليه، في كل قطب من اقطاب الخليه في نواه جديده، وتبدا تظهر النويات او النويه داخل كل نواه جديده. وفي نهايه المرحله النهائيه ممكن نجد لو كانت دي خليه نباتيه طبعا، ممكن نجد ايه بدايه تكوين الجدار الخلوي اللي هو اذانا ببدء مرحله السيتوكاينيزس او الانفصال السيتوبلازمي. طبعا بعد كده بتيجي خطوة الانقسام السيتوبلازمي أو السيتوكاينيزيس، يعني الخلية هتبدأ تنقسم إلى خليتين. طبعا في الخلية الحيوانية بيحدث الانقسام السيتوبلازمي بطريقة التخثر أو الكليفج، ودي بتبقى عبارة عن انغماد أو تخثر في الغشاء البلازمي في منتصف الخلية، بحيث بيبدأ الغشاء البلازمي ينغمد أو يتخثر إلى الداخل. وطبعا مع استمرار التخثر الى داخل الخلية بالشكل ده كده بيزداد هذا التخثر الى ان ينفصل السيتوبلازم وينفصل الغشاء البلازمي الى خليتين منفصلتين، كل خلية فيها نواة جديدة بتحتوي على نفس العدد الكروموسومي اللي كان موجود في الخلية الام. طيب في الخلية النباتية بيحدث الانقسام السيتوبلازمي نتيجة لترسبات بتحدث في منتصف السيتوبلازم على بقايا المغزل، هذه الترسبات بتكون ما يسمى بالصفيحة الخلوية أو السيل بليت، وطبعا باستمرار الترسبات بتبدأ تصل هذه الترسبات إلى جداري الخلية، وفي النهاية بيتكون جدار خلوي جديد في منتصف السيتوبلازم، فتنفصل الخلية إلى خليتين، كل خلية جديدة فيها نواة تشبه النواة اللي كانت موجودة في الخلية الأم وفيها نفس عدد الكروموسومات. أعزائي الطلاب هنا هنبدأ نوضح مراحل الانقسام الميتوزي. طبعا الخلية اللي قدامنا هنا في المرحلة البينية النواة موجودة والنوية موجودة والسنتريولان بجوار النواة، محتويات الخلية هنا بتبدأ تتضاعف استعدادا للدخول في مراحل الانقسام الميتوزي. طبعا لما الخلية بتبدأ تدخل مراحل الانقسام الميتوزي بتبدأ بالانقسام النووي، ومرحلة الانقسام النووي بتتكون من 4 مراحل. أول حاجة اللي هي المرحلة التمهيدية اللي بيمثلها عندنا النموذجين دول، طبعا هنا بدأ الغلاف النووي يزول وتتضح الكروموسومات، هنا السنتريولان بدأوا يتباعدوا عن النواة متجهين إلى أقطاب الخلية. ثم في مرحلة متأخرة من المرحلة التمهيدية بيبدأ الغلاف النووي يزول تماما وتنتشر المادة الوراثية أو الكروموسومات في السيتوبلازم في صورة خيوط، وبتبدأ السنتريولان أو بيبدأ السنتريولان في تكوين أشعة المغزل. طبعا في المرحلة الاستوائية الكروموسومات اصطفت على خط استواء الخلية، وبدأت أشعة المغزل في قطبي الخلية تتجه إلى السنترومير وتتصل بالسنترومير في كل كروموسوم. وبعدين بعد كده في المرحلة الانفصالية أشعة المغزل بدأت تنكمش ناحية الأقطاب، مما أدى إلى انقطاع السنترومير في كل كروموسوم، فانفصلت الكروماتيدات الشقيقة، كل مجموعة كروماتيدات اتجهت إلى قطب من أقطاب الخلية. هنا الخلية دخلت في المرحلة النهائية، طبعا زي احنا شايفين بدأت تكون مجموعة كروموسومية جديدة في كل قطب من أقطاب الخلية، لأن كل كروماتيد بدأ يبني لنفسه كروماتيد جديد شقيق، فتكونت مجموعتين كروموسوميتين جداد. طبعا كل مجموعة من المجموعات دي هيبدأ يتكون حواليها غشاء نووي علشان تكون نواة جديدة قبل أن تدخل الخلية في مرحلة الانقسام السيتوبلازمي. هنا في المرحلة دي أو في الجزء ده من الانقسام بدأ يحصل عملية الانقسام السيتوبلازمي، زي احنا شايفين اتكونت نواة جديدة في كل جزء من أجزاء الخلية، وبدأ يحصل عملية تخثر، وفي النهاية بتنقسم هذه الخلية إلى خليتين جداد. بكده نكون أنهينا جزء الانقسام الميتوزي،
وإن شاء الله بعد كده بنبدأ نتعرف على الانقسام الميوزي. أراكم في لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.